بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف الثامن، في هذه الحصة راح نكون معكم في حل تمارين صفحة 66. إذا خلصنا الآن اللي هي درس ضرب المقادير الجبرية، مقدار في مقدار وضرب حد في مقدار. إذا أخذنا الآن لحد الآن في هذه الوحدة أخذنا ثلاث دروس اللي هي ضرب حد في حد وضرب حد في مقدار وضرب مقدار في مقدار، وأخذنا الطرق اللي هي ضرب المقادير اللي هي الأفقية والعمودية وطرق التوزيع. بعديها أخذنا كمان اللي هي قاعدة مربع مجموع حدين، لما يكون في عندي حدين مرفوعات لقوس مربع، كيف أحل هاي المسألة؟ إما عن الطرق العادية اللي هي الأفقية والعمودية والتوزيع، أو طريقة اللي هي مربع مجموع حدين، مربع الأول زائد اثنين في الأول في الثاني زائد مربع الثاني، وبعديها بجمع الحدود المتشابهة وبتكون طلعت معي نتيجة هذه العملية. الآن في عندنا اللي هو حل تمارين هاي الدروس الثلاث اللي أخذناها، راح يكون في عندنا حل تمارين، وراح نأخذ في على كل درس من هاي الدروس مسألتين أو ثلاث. طيب خلينا نطلع على السؤال الأول. السؤال الأول: جد ناتج كل مما يلي. جد ناتج كل مما يلي: الفرع ألف سبعة سين أس أربعة قوس، يعني ضرب قوس، اثنين سين تربيع ناقص ثلاثة سين زائد خمسة. هاي حد في مقدار، لأن في عندي هون حد وفي عندي هون مقدار. هاي حد في مقدار، الحد في مقدار بضرب الحد الخارجي في كل حد من حدود المقدار. الحد في الحد الأول، الحد الخارجي في الحد الثاني، وفي الحد الثالث مع اعتبار الإشارات. طبعا مع اعتبار الإشارات. طيب خلينا نطلع النتيجة الآن: سبعة سين أس أربعة في اثنين سين تربيع. فإحنا حكينا أنا نضرب حدود، نضرب الأرقام أول مع بعض، بعديها نضرب المتغيرات مع بعض. سبعة ضرب اثنين 14، إذا 14 سبعة ضرب اثنين 14، سين أس أربعة في سين أس اثنين، حكينا ضرب الأسس في الضرب اللي ضرب عملية جبر. سين أس أربعة ضرب سين أس اثنين، نجمع أربعة زائد اثنين وتساوي سين أس ستة. هاي خلصنا الأول. الآن ننتقل على الثاني، الحد في الحد الثاني، سبعة طبعا ناقص، لأنه في عندي هون ناقص، في موجب ناقص. سبعة ضرب ثلاث 21. الآن سين أس أربعة في سين أس واحد، حكينا المتغير إذا ما كان عليه أس معناته القوة تبعته بتكون واحد. سين أس أربعة ضرب سين أس واحد، يعني أربعة زائد واحد سين أس خمسة. خلصنا الثاني. الآن جاء الثالث، سبعة سين أس أربعة في خمسة اللي هي سبعة ضرب خمسة، طبعا زائد 35 سين أس أربعة، لأنه هون ما في عندي متغير، بفضل السين أس أربعة زي ما هي. إذا ضرب بين قوسين هون نحط ضرب الحد الخارجي، ضرب الحد الخارجي بجميع حدود المقدار داخل الأقوس، داخل الأقوس. إذا ضرب الحد الخارجي اللي هو الحد البر القوس في كل حدود المقدار الجبري داخل الأقوس. إذا هاي فرع ب، فرع ب مقدار في مقدار، كان هون حد في مقدار، الآن هون مقدار في مقدار. وانت تختار الطريقه اللي بدك اياها، اما الافقيه او التوزيع او العمودي، واحنا راح نختار الان راح نحل هاي على اللي هي عمليه الافقيه، الطريقه الافقيه. الاول في الاول، بعديها الاول نفسه في الثاني، بعديها الثاني في الاول والثاني في الثاني. خلينا نبلش. سين ضرب اثنين سين، اثنين سين تربيع. اثنين سين تربيع. طبعا ننظر الان سين في ناقص واحد راح يكون سين ناقص، ناقص سين في واحد سين. خلصنا الان الحد الاول في جميع الحدود، نيجي الان نبلش الحد الثاني. سبعه ضرب اثنين سين زائد 14 سين زائد 14 سين، و سبعه ضرب سالب واحد ناقص سبعه وتساوي
لما نجمع الحدود المتشابهه في عندي 2 س تربيع ما في غيرها تنزل زي ما هي 2 س تربيع. لان عندي هون ناقص س وموجب 14 س بس عندي 13 س زائد 13 س واخر شيء اللي هي العدد بما انه ما في عندي غير السبعه بقول زي ما هي ناقص 7 ناقص 7. اذا خلينا نعيد على السريع. خليني اعيدها على السريع ركز معي. اذا الاول في الاول س في 2 س 2 س تربيع ناقص س لان 2 س في ناقص 1 س ناقص س. الان الحد الثاني 7 في 2 س زائد 14 س ناقص 1 في موجب 7 اللي هي سالب 7 سالب 7 وبنجمع الان وتساوي تربيع ما في عندي غير هاي بننزلها 2 س تربيع لا في عندي هون سالب س و14 س يعني سالب 1 وموجب 14 طبعا هاي معاملها واحده هون اي متغير ما في عنده عدد او غير المعامل بيكون معامل واحد اذا سالب 1 وموجب 14 بضل عندنا زائد 13 س زائد 13 س اخر س هي ناقص 7 ناقص 7. طيب خلينا ننتقل الان على الفرع ج ع ناقص 3 كل تربيع هاي بدنا نحلها على قاعده مربع مجموع حدين مربع الاول زائد 2 في الاول في الثاني زائد مربع الثاني. حكينا الاول هو ع تربيع بما انه عندي ناقص اذا بحط هون ناقص لو كان زائد بحط زائد ناقص 2 في الاول في الثاني احنا هون حطينا زائد طبعا اذا كان زائد واذا كان ناقص بنحط ناقص حسب الاشاره اللي موجوده داخل القوس حسب الاشاره ناقص 2 في الاول ضرب الثاني 2 ضرب عين 2 عين 2 عين ضرب 3 6 عين ناقص 6 عين زائد مربع الثاني اللي هو سالب 3 تربيع زائد 9 زائد 9. اذا خلينا نعيد على السريع. اذا المربع الاول عين تربيع 2 ناقص طبعا اذا كان عندي زائد بحط زائد اذا كان ناقص بحط ناقص ناقص 2 بالاول بالثاني 2 ضرب الاول ضرب الثاني 2 ضرب الاول و2 ضرب عين 2 عين في الثاني 3 2 هي 6 عين زائد مربع الثاني اللي هو 3 تربيع 9. طيب المساله اللي بعديها برضو على الطريقه الافقيه على الطريقه الافقيه والعمود طبعا هاي ما راح تنفع معنا نشتغل على التوزيع لانه ما في عندي طرفين ووسطين راح نشتغلها على اللي هي طريقة الأفقية أو العمودية. خلينا نشتغل على الطريقة الأفقية ونكمل الفرع ها على الطريقة العمودية. طيب إذا الأول في الأول بعديها الأول نفسه في الثاني بعديها في الثالث لأن بعدين ما نخلص الأول هون وهاي على الثاني وعلى الثالث بعديها الأول هون وهون وعلى الثالث. اذا راح اضرب كل حد من المقدار الاول في كل حد من المقدار الثاني 2 س ضرب س 2 س تربيع 2 س تربيع هسه نفسه بكمل معها 2 س في سالب 2 ناقص 4 س ص إذا ناقص 2 2 س في ناقص 2 ناقص 4 س في ص س ص بكمل 2 س في 1 زائد 2 س هاي خلصت الأول خلصت الأول برجع الثاني 3 ص في س زائد 3 س ص طبعا س ص أو ص س نفس الشيء نحن حكينا انه س ص
تساوي ص س لانه عمليه تبديليه الضرب وضع المضروبات في بعض. طيب 3 س ص 3 في سالب 2 ص سالب 6 ص تربيع اخر شيء 3 ص في 1 زائد 3 ص. خلصنا الثاني، إذا هاي حاصل ضرب الأول وهو حاصل ضرب الثاني، بعد عندنا الثالث. سالب 4 في س ناقص 4 س وناقص 4 في سالب 2 ص، طلع عندي سالب في سالب موجب 4 في 2 8 زائد 8 ص وسالب في موجب سالب 4 ضرب 1 اذا سالب 4. الان هاي الحد الثالث لما نجمع مرحله التجميع، الان نجمع الاشياء المتشابهه عندي هون س تربيع لحالها 2 س تربيع ما في عندي ولا س تربيع لوحدها، اذا بننزلها زي ما هي 2 س تربيع. عندي هون سالب 4 س ص وعندي هون زائد 3 س ص، سالب 4 س ص وزائد 3 س ص، ظل عندي سالب س ص. عندي هون 2 س وهون سالب 4 س موجب 2 س وسالب 4 س، بيروح موجب 2 مع سالب 2 ظل عندي سالب 2 س. نجعل الصاد تربيع، الصاد تربيع في غيرها عندي هون ما في، إذا ناقص 6 صاد تربيع، في عندي هون 3 صاد و8 صاد زائد 11 صاد، وآخر شيء هي ناقص 4، ناقص 4، بكون هيك أنا خلصت المقدار وطلعت إجابتي النهائية. طيب خلينا ناخذ الان اخر في العنوان ها 3 ص تربيع زائد 2 ص مضروب في 5 ص ناقص 8. بنحلها بطريقة العمودية، الطريقة العمودية، الطريقة العمودية حكينا بنحط المقدارين، هاي المقدار وهاي المقدار بنحطهم فوق بعض بنعمل العملية اللي هي الضرب، 3 ص تربيع زائد 2 ص 5 ص ناقص 8 بنيجي عملية الضرب، 5 ص في 3 ص 5 ضرب 3 15 ص ص تربيع هي ص أس 3 ص أس 3. ننتقل على الثاني 5 ص 2 ص 5 ضرب 2 10 إذا زائد 10 ص في ص ص تربيع. خلصنا الأول ننتقل على الثاني سالب 8 ضرب 3 ص سالب 8 ضرب 3 سالب 21 سالب 24 ص تربيع سالب 8 في 2 سالب 16 ص وبنجمع تجميع مرحلة تجميع تكعيب ما في عندي غير هاي 15 ص تكعيب. الآن في عندي هنا 10 ص تربيع وسالب 24 ص تربيع 10 ص تربيع وسالب 24 ص تربيع نطرح ونحط إشارة الأكبر 24 ناقص 10 14 والاكبر هي 24 اشاره سالب اذا سالب 14 ص تربيع ناقص 16 ص او بنحكي 10 موجب وسالب 24 بعطيه سالب 14 ص تربيع. هيك بنكون خلصنا الجزء الاول من التمارين، راح ننتقل في الحصه الثانيه على الجزء الثاني من التمارين والله يعطيكم الف عافيه.